من مشغل تجفيف الفواكه والأعشاب ضمن محمية ضانة وطبعاً تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم رح يشرح لنا السيد إسحاق الخوالدة ضيفنا. صباح الخير. صباح الخير. شو العمليات اللي بتتم؟ كيف بياخدوا المواد وبيصنعوها لدعم المجتمع المحلي؟ أول شيء صباح الخير. صباح الورد. فيكم في محمية ضانة. أحلى صباح في ضانة على كلنا. برحب فيكم في وحدة المشاريع الاقتصادية الاجتماعية في محمية ضانة. الله يسعدك. احنا في عندنا سيدات اخواتنا من المجتمع المحلي بيشتغلن على اعشاب طبيعية موجودة عندنا هنا، ميرمية، حصلبان والمليسة، عندنا في كمان الزعتر والنعناع. زعتر، مليسة، حصلبان، ميرمية، نعناع. يعني هاي شوف ما احلى الباكج، كمان لفت انتباهي ولفت انتباهي شاي ضانة، هذا بتحكي لنا عنه. شاي ضانة يميز شغلنا هنا كمان، احنا في محمية ضانة. هو شاي سيلاني مخلوط بخمس أعشاب طبيعية. نعم. بنسبة تركيز معين، يعني بتختلف من المرمية للحصلبان للمليسة للنعناع. يعني أنتوا جربتوا لوصلتوا لطعم زاكي؟ خلطة معينة يعني خاصة. نعم. فينا. نعم. مشان تعرف أنت بالتالي تشرب شاي، بس بدك تكون نكهة الأعشاب لا تكون أقل. طبعاً هاي فيها زيوت طيارة كمان، فهي بتختلف في تركيزها. احنا في الكميه اللي بنحطها على النسبه. وطبعا احلى شيء تقطف من الارض وتعطيني اياه طبيعي. ضانة هي الام عندنا هنا، احنا بنشتري من المجتمع المحلي هنا، وهي رساله جمعيه خدمه مجتمع محلي هنا. بنشتري من ضانة، اذا ما لقينا في ضانة بنطلع على منطقه بصيره، على الطفيلي، على الشوبك، يعني على المناطق المحميات التابعه للجمعيه، على المناطق المجاوره الى محميه ضانة. رائع. فبنشتري الاعشاب بيغسلوها البنات، بعدين تجفف على مناشر خاصة، بعدين بلقطوها، وبعدين في المستودع بخزنوها عنا في المستودع حسب الطلبيات اللي بتجينا. مثلا كميات بنصنع الأشكال اللي موجودة عندنا. وبتسوقوا نسوق في دكاكين الطبيعية عنا احنا. حلو. في كل محميات المملكة موجود عنا، يعني اللي بحب طبيعي يحصل على هاي المنتجات موجود. نعم. بكل محميات، في أي محمية وش يعني جاء محمية ضانة، يعني محمية دبين، عجلون، أزرق، أي محمية موجب موجود في دكاكين هناك موجود. في طبعا انا جربته شخصيا، التي باجز هم بيعملوا زي الميداليات، خلينا نقول انه جاهز عشان ما مش هيك يعني عشان ما يغلب. بنصنع احنا بالتي باجز وبنصنع على العادي، يعني الحل يعني الحل. وبرضه لفت انتباهي الملبن وهذا امر الدين. بنشتغل احنا في الموسم اللي هو المشمش، بنصنع احنا مربى المشمش، وبنصنع كمان القمردين بالشكل الموجود عندنا هنا، وبنشتغل كمان في موسم العنب كمان اللي هو دبس العنب، وبنشتغل كمان على الملبن اللي هو بنضيف عليه السمسم وحب القريش. بنشتغل كمان الحلو هنا كمان برضه ملبس كمان. نعم. بنشتغل. نعم. منه. لا بس العبوات مرتبه، الشغل حلو، وزي ما قلت لك انا عن تجربه جد كله زاكي ومرتب. هو دائما الصنع اليدوي والشغل اليدوي بيكون مميز مميز 100%، يعني ظل افضل 100% من شغل الصناعات. صح. يعني احنا تعودنا على الشغل اليدوي. صح. على الحجات. بعدين كمان بناتنا وستاتنا بالمجتمع المحلي، المجتمع عم بيشرفوا المحلي عليه. وهن اصلا تدربا والان هن مدربات يعني ما شاء يعني بيشتغلن شغل، فبتحس يعني لا انه فعلا على اصول يعني. الله يعطيكم العافيه، شيء مشرف صراحه. الله يعافيك. واحلى شيء فيه انه بدعم المجتمع المحلي. نعم. بكل الطرق. داعمين المجتمع المحلي، الجمعيه الملكيه دائما داعمه، ورسالتها هي دعم المجتمع المحلي. برافو. من خلال المشتريات يعني، ومن خلال توظيف عدد من سيدات وأبناء المجتمع المحلي. ممتاز، يعطيكم ألف عافية. شكرا. شكرا لك.